سنة 1953 الرئيس جمال عبد الناصر قابل المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي علشان يحاول يسمعه ويفهم هو وجماعته عايزين ايه بالظبط. اشترط عليه المرشد في اليوم دوت حاجات ينفذها في مصر علشان تتحول الدولة لدولة بتطبق الشريعة، وكان أول شرط عنده مش انه مثلا يخلي عبد الناصر يصلح الاقتصاد او يعمل مشاريع جديدة مثلا او يبني مراكز علمية وبحثية، لأ، كان أول شرط عنده هو أنه عايز يفرض على ستات مصر الحجاب. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. الغريب بقى أن حسن الهضيبي ده لا مراته ولا بناته كانوا لابسين الحجاب. قلت له انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ ايش معنى الحجاب اللي الجماعات الارهابية والمشايخ متمسكين قوي بانهم يفرضوه على الستات؟ وهل هو فعلا من الدين؟ اول حاجة لازم تفهمها هو ان الحجاب دوت على عكس ما بعض الناس فاكرة مش اختراع ديني، ده لبسه كان موجود من قبل حتى الاسلام نفسه ما يظهر بالاف السنين، كان موجود في العصور القديمة، كان موجود في الامبراطورية البيزنطية، كان موجود في بلاد ما بين النهرين، حتى المرأة الاثينية في عصر سقراط وافلاطون كانت بتحط غطا على شعرها. كل شعب من الشعوب اللي كانت بتحط غطا على شعرها او ما يسمى الحجاب كانت بتحطه لغرض معين، يعني مثلا في الامبراطورية الرومانية كانت المرأة المتزوجة علشان تبين انها متجوزة وكده كانت بتحط حتة قماش على شعرها، اما في الامبراطورية اليونانية والفارسية فكانت النساء اللي هم ذوي مكانة رفيعة علشان يبينوا للناس يعني ان هم ارستقراطيين وكده فكانوا بيلبسوا الحجاب. اما بقى في الامبراطورية الاشورية اللي هي دي كان فيها اقدم مرجع موثق عن ارتداء الحجاب بيرجع تاريخه لأكتر من 3400 سنة فاتت، يعني حضرتك قبل الإسلام ما يظهر بألفين سنة، كان في قواعد وقوانين بقى بتحدد النساء تلبس إيه وما تلبسش إيه. من ضمن القواعد ديت هي إن النساء الحرة يلبسوا ما يسمى الحجاب على شعرهم، يحطوا غطا على شعرهم، أما الجواري والعبيد وبنات الليل مع احترامنا لكل الناس فكانوا ممنوعين من إن هم يحطوا الغطا دوت أو يلبسوا الحجاب خالص على شعرهم، بل كانوا بيتعاقبوا على ده لو عملوا كده بإنهم يتجلدوا ويتكبوا فوق راسهم قطران مولع. تمر الأيام وتعدي كام ألف سنة وتنتشر فكرة غطا الشعر دوت في مناطق كتيرة جدا وتوصل لشبه الجزيرة العربية في منطقة ظهر فيها معتقد اسمه الإسلام بمصدر اسمه القرآن. بعدها بمئات السنين الحكام المسلمين يعملوا مصدر تاني ليه ويسموه الأحاديث. السؤال، هل الحجاب ده اتذكر في المعتقد ده بالمصدرين بتوعه؟ في الحقيقة من ناحية المصدر الأول لو جينا دورنا فيه هنلاقي إن كلمة الحجاب اتذكرت في 7 جمل بس، لكن ولا واحدة منهم اتذكر فيها الحجاب بمعنى زي أو رداء المرأة، كانت دايماً الكلمة بتيجي بمعنى مانع، حاجز، فاصل، إنما مش غطى الرأس. إذن كلمة الحجاب في القرآن بمعنى غطاء الشعر أو الرأس دي غير موجودة. نوقف هنا ثواني ونروح للمصدر التاني اللي هو الأحاديث. لو جينا دورنا وشوفنا الأحاديث اللي بتتكلم عن الحجاب فهنلاقي أشهر حديث اللي الناس دايما بتردده وبتاخده كدليل على إن الحجاب فرض، الحديث بيقول إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول وهي لابسة لبس شفاف فأعرض عنها الرسول وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح إلا أن يرى منها هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث دوت واللي دايما هتسمعه على لسان اي واحد عايز يدافع عن الحجاب وخلاص اسمه حديث مرسل، والمرسل اللي ما فيه الصحابي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلة وهو ضعيف لا يحتج به، يعني حديث ضعيف ما ينفعش يستدل بيه. ليه؟ لان الراوي اللي هو قال انه سمع عائشة بتقول كذا 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 ده اتولد بعد ما عائشة ماتت، يعني عمره ما قابلها اصلا علشان يقول ان هو سمعها بتقول كذا او يروي عنها كلام. غير كده باقي السند بتاع الحديث اللي هو عن فلان عن فلان عن 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 السند ده كله مطعون فيه، سعيد بن بشير دوت واحد ما بيتخدش بروايته، قتادة بن دعامة دوت واحد مدلس، وطبعا اللي نقل الحديث نفسه عن عائشة عمره ما قابلها. يبقى ده بالنسبة لأشهر حديث بيتكلم عن الحجاب واللي الناس دايما بتردده كدليل على فرض الحجاب، وقبلها قلنا انه ما تذكرش في القرآن. طيب امال الحجاب اللي منتشر قوي النهاردة ده جا منين؟
جاء من آية واحدة بس، وكلمة الحجاب ما اتذكرتش فيها أصلا، ولحد النهاردة بعد أكتر من 1400 سنة معنى الآية دي غامض ومختلفين عليه. الآية بتقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قصة الآية دي بقى إيه؟ إن النساء زمان من قبل حتى الإسلام ما يظهر كانوا علشان يحموا شعرهم من التراب والشمس والبيئة الصحراوية اللي كانوا عايشين فيها كانوا بيحطوا غطا على شعرهم. بمرور الوقت غطا الشعر دوت اتحول لزينة. المهم إن هم لما كانوا بيغطوا شعرهم كانوا بيسيبوا أعلى الصدر مفتوح. الآية ديت كانت بتطلب من النساء إن هم بدل ما يحطوا غطا على شعرهم يحطوها على فتحة الصدر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني وضعنا قطعة القماش ديت اللي هي على شعرهم على جيوبهن، يعني على فتحة الصدر. ولكن كالعادة الناس هنا اختلفت. نص قالك هو يقصد ان هي تشيل غطى الشعر دوت وتغطي بيه فتحة الصدر، والنص التاني قالك لا، هو يقصد ان هم يغطوا الجيوب زائد ان هم يفضلوا مغطيين الشعر. مع انها منطقية اللي هو كان يقصد كده، كانت المفروض الجملة تبقى اوضح من كده، زي مثلا ان يقول وليضربن بخمورهن على رؤوسهن، او وليضربن بخمورهن على رؤوسهن وجيوبهن. جملة واضحة ودقيقة، مش زي الجملة ديت اللي بعد 1400 سنة ما زالوا بيختلفوا عليها وعليها مئات التفاسير. عامة افضل انت بقى لف ودور في الاف الاحاديث، وافضل قول لنفسك يا ترى هو كان يقصد ايه بالظبط من الجملة ديت. دي حياتك وانت حر تضيعها بالشكل اللي انت عايزه، انما انا هنا علشان اقولك معلومة اهم، واللي هي سبب نزول الجملة ديت، بس مش من ناحية المنطقية زي ما احنا قلنا دلوقتي، بل من ناحية التاريخية ومن ناحية الاحاديث. ليه طلب منهم ان هم يغطوا شعرهم بحجاب؟ علشان حاجة واحدة بس، علشان يفرقوا ما بين النساء الحرة والجواري والعبيد. يعني ايه الكلام ده حضرتك؟ يعني حضرتك الستات اتأمرت بان هي تغطي شعرها وتلبس حجاب علشان تبين ان هي حرة فما تتأذيش، انما اللي كانت بتسيب شعرها او بتشيل الحجاب كانت بتتعرف ان هي جارية على طول. مش كده وبس، فاكر انت من شوية لما اتكلمنا على الامبراطورية الاشورية وقلنا ان فيها كانوا بيعاقبوا الجواري وبيجلدوهم لما كانوا بيحاولوا يلبسوا الحجاب؟ هنا برضو كانوا بيعاقبوا الجواري اللي كانت بتحاول تغطي شعرها او حتى صدرها. مش مصدق انت يا عيني، اسمع ديت. قال ابن تيمية: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي وخلفائه ان الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر بن الخطاب اذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع. يا لكاع يعني يا خسيسة. وفي رواية أخرى لجارية أخرى قال: أتتشبهين بالحرائر يا دفار. ودفار في اللغة العربية معناها يا منتنة. With all due respect, what the fuck are you talking about? يعني حضرتك الحجاب دوت اتعمل علشان النساء الحرة بس، انما الجواري لا عادي، ده كانوا بيتعاقبوا لو حاولوا يلبسوه اصلا. عمر بن الخطاب نفسه اثناء فترة خلافته ما كانش بيسيب اي جارية تحاول تغطي نفسها، ومرة ضرب جارية لآل انس علشان كانت مغطية راسها وقال لها: اكشفي عن راسك، ما تعمليش نفسك من الحرائر، وشتمها. Why? اصله كان محذر وقايل ان اللبس ده اللي يلبسه هم الحرائر بس. ليه؟ علشان ما يتأذوش. طب الجواري؟ لا لا عادي يتأذوا، مع انه كان من المفروض والمنطقي ان هو يحط قواعد وقوانين للشخص اللي بيأذي، سواء بيأذي حرة او يأذي جارية، مش يفرق ما بين الحرة والجارية. طبعا لو حبيت تعرف رد الدقونة والمشايخ عن الموضوع دوت هتسمع العجب وهتتعلم فن اللف والدوران، اصدى فن ده ليه ناس، يعني مش اي حد يعرف يفتي بالطريقة ديت. قالك ان عمر بن الخطاب كان متعود يضرب الجواري لو شافهم بيغطوا شعرهم، علشان الجارية وهي شغالة في البيت ما ينفعش تبقى لابسة حجاب او لبسها طويل. ليه؟ علشان مش هتعرف تنظف البيت كويس. ازاي؟ قالك اصل غطى الشعر هيعكسها وهي بتنظف. استثنيت منه الأمة حتى لا يعوق ذلك المقصود من وجودها في البيت، سرعة الحركة والنشاط والخدمة وترتيب البيت وكذا، فإذا ظلت شديدة المحافظة على الزي الوقور الذي تسير به في الشارع منعها من المقصود في أداء العمل. لدرجة إن الجواري بتاع عمر بن الخطاب
اللي هم العبيد البنات بتوع عمر بن الخطاب يعني، لما كانوا بيخدموا الصحابة والناس اللي بتيجي تقعد عنده كانوا بيخدموهم وهم مكشوفات الشعر بل مكشوفات الصدور. في شيء اسمه درة عمر، الدرة اللي كان سيدنا عمر يقال فضرب بدرته، هذا طولها. سيدنا عمر كان عنده منهجية وهي رفض التزوير، كان بعض الإماء يتظاهرن بأنهن حرائر، فهذا نوع من الضبط لمفهوم الصدق في المجتمع كان عند سيدنا عمر بن الخطاب. هتسمع العجب ولا إنك تسمع حد منهم بيعترف إن اللي كان بيحصل دوت غلط، أو إن الأحاديث دي مثلا ما حصلتش أو فيها حاجة مش مظبوطة، لأن في الحالتين الموقف صعب، يعني أنت حط نفسك مكانهم، لو قالوا إن اللي كان بيحصل دوت غلط فكده يبقى كل اللي احنا تربينا عليه ده طلع مش حقيقي، لأن اللي قالوا لنا إنهم خير الناس وقدوة المفروض نمشي عليها ما كانوش خير الناس ولا قدوة ولا حاجة. ولو قالوا لنا إن الأحاديث دي اللي احنا تربينا على إنها أساس الدين فيها حاجة مش مظبوطة فكده يبقى برضو اللي احنا تربينا عليه ده طلع مش حقيقي والبرج كله هيقع. فللأسف مفيش حل قدامهم غير إنهم يفضلوا يلفوا ويدوروا على أمل إنهم يلاقوا مخرج للقصص ديت. دي كانت حاجة معروفة، يعني ان كانت في تفرقة عنصرية ما بين النساء الحرة والجواري، فالمرأة الحرة افضل من الأمة العبدة. حتى ما تسمى عورة المرأة مختلفة ما بينهم، يعني في الدين الجارية عورتها ما بين السرة لحد الركبة، فعورة الأمة غير عورة الحرة. يعني لو الجارية غطت اللي ما بين بطنها لحد ركبتها وصلت ببقية جسمها عريان حرفيا في الدين تبقى صلاتها مقبولة، انما الحرة لأ. ليه؟ لأن عورتها مختلفة لازم تغطي بقية جسمها، أصل زي ما تقول كده الإله بيفرق ما بين الحرة والجارية في الصلاة. أما الأمة لا، صلاتها صحيحة لو شعرها طالع، لو كتفها طالع، لو يدها طالعة، ساقها خارج، ما في، ليست عورة. ده طبعا غير قصص الجواري اللي كانوا بيتعرضوا في أسواق النخاسها عريانين علشان الناس تعينهم من كل حتة قبل ما يشتروهم علشان يستخدموهم بقى في النظافة وكده، ما انت فاهم يعني. لدرجة ان روي عن ابن عمر بن الخطاب انه لما كان بيروح يشتري جارية كان بيكشف عن رجليها وكان بيعينها بان هو بيحط ايده على صدرها وعلى مؤخرتها، يعني انا اسف في اللفظ والله. يعني كان اذا اراد ابن عمر ان يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجوزها على خلفيتها. المهم انا مش هخوض في قد ايه ده بيكشف النفاق اللي المشايخ اللي عمالين يعيطوا على الحجاب دول عايشين فيه للنهار، اختاه الحجاب، اختاه العفة، اختاه الاخلاق. وهم دول الخلافة الاسلامية اللي بيتغنوا بيها كانت البنات فيها بتتعرض عريانة في الاسواق، والصحابة طبقا للاحاديث الصحيحة اللي انا قلت في فيديو قبل كده ان اغلبها كذب والمفروض ما نسقش ولو لحديث واحد منها واتحكم عليا بالسجن لان انا قلت كده، كانت فيها الصحابة بيحسسوا فيها على الجواري قبل ما يشتروهم. عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال: قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت؟ مش أمة صغيرة، حاضت يعني بنت 13-14. قال: نعم. قال عطاء: كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به. قلت لكم أستاذ يعني ما فشلت هذه ومعروف يعني قدوة. أنا فعلا أتكسف أحكي عن القصص اللي في التراث ديت لأن للأسف أغلبها إباحة، يعني زائد أن أنا طبعا هتسجن. يعني يكفيك بس تعرف أن تجارة العبيد والجواري دي حاجة متحللة في الدين فعلا. والله لو أنت عندك أمة ممكن أن أنت تبقى أيضا ملكا ليمينك، ممكن تخدمك، وممكن أن أنت كمان تكون عندك منزلة منزلة الزوجة وتولد منها. وكانت موجودة في السعودية لحد سنة 1962 حضرتك، واتمنعت بس لما الأمم المتحدة تدخلت واعتبرتها جريمة إنسانية. لحد من 60 سنة فاتت بس السعودية كان فيها أسواق للجواري والعبيد، كانت البنات فيها بتتعرض عريانة جنب الكعبة عند باب الدريبة. At last we find what we have been searching for 6 months along the Persian Gulf. An open market in human beings. Three men and three women are on sale. اهدى، انا بس عايز اوضح لك ان الغرض الرئيسي اللي اتعمل عشانه غطى الشعر دوت ما كانش نهائي لا العفة ولا الاخلاق زي ما بيحاولوا يضحكوا عليك النهاردة، لان عمر شعر الكائن البشري ما كان فيه قلة اخلاق يا زكي. زائد ان لو دوت كان السبب الرئيسي كان اتطبق على النساء كلها بدون تمييز، مش كانت الجواري هتتضرب لما يحاولوا يلبسوه. غطى الشعر دوت اتعمل علشان يفرقوا بيه ما بين المرأة الحرة
والجارية. المهم النهاردة بقى طالما انتهى زمن العبودية خلاص يبقى المفروض يسقط النص اللي كانت الجملة دي بتستخدم فيه، بمعنى طالما مفيش جواري النهاردة يبقى غطى الشعر دوت ملوش لازمة. طيب إذا كانت المسألة بالبساطة ديت، أمال ليه الحجاب منتشر بالصورة دي النهاردة؟ الحجاب عمره ما كان منتشر بالصورة دي، بل بدأ ينتشر من بداية القرن اللي فات، من ساعة ما تسمى بالصحوة الإسلامية. السعودية لم تكن كذلك قبل 79. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة، الفترة اللي ظهر فيها جماعات إسلامية متطرفة في كذا دولة عربية مختلفة وقرروا ان هم يطبقوا الشريعة على الناس، واللي كان على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين في مصر. مؤسس جماعة الإخوان المسلمين والمرشد الأول لها حسن البنا قال ان عملية صعود جماعة الإخوان على عرش مصر مش هينفع تتم إلا عن طريق أسلمة مصر الأول، وأول خطوة في طريق أسلمة مصر هي أسلمة النساء. سنة 1939 حسن البنا قال في مقال لي بأن لا حاجة للمرأة أن تدرس العلوم المختلفة، المرأة للمنزل، علموها ما هي بحاجة إليه. حسن البنا كان عايز الستات يقعدوا في المطبخ ويلبسوا طرح، وده كانت نفس اللي عايزة تعمله منظمة حماس الإرهابية، لأن هي طبعا امتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. أول ما بقى لها نفوذ سياسي في فلسطين أول حاجة عملتها هي إن هي نادت بتطبيق الشريعة، وكانت أول خطوة في تحقيق ده على الست ولبسها، فعملوا حملات واسعة في الشارع لفرض الحجاب وإجبار الستات بإن هم يقعدوا في البيت. وده نفس برضو اللي حصل في إيران أول ما الخميني استولى على الحكم، أول حاجة عملها هو إنه فرض الحجاب وحط عقوبة لأي واحدة تخلعه بإن هي تتجلد. الحجاب أو غطاء الشعر انتشر بس أول ما الجماعات المتطرفة ديت بدأت تظهر وتتبنى الحجاب رمز للشريعة والدين. شوف بنفسك صور الستات من 70-80 سنة فاتت، هتلاقي إن الحجاب ده ما كانش ليه وجود، وأغلبنا لو شاف صور أمهاتنا زمان هيلاقيهم بشعرهم لأن ده كان هو الطبيعي. الحجاب ما كانش منتشر إلا في الأرياف لأنه كان عادة عندهم مش أكتر، حتى طالبات الأزهر لحد فترة الستينات ما كانوش لابسين الحجاب وكانوا سايبين شعرهم، بل كانوا لابسين جيب وفساتين قصيرة، وكانوا بيدرسوا باللبس ده جوه الأزهر قدام مشايخ الأزهر عادي جدا. حتى مشايخ الأزهر في الفترة ديت لا زوجاتهم ولا بناتهم كانوا لابسين الحجاب، وعلى رأسهم الشيخ البقوري اللي هو كان أحد قيادات الإخوان أصلا، أو الشيخ مصطفى إسماعيل، أو الشيخ الذهبي، حتى الشيخ عبد الرحمن التاج اللي هو كان شيخ الأزهر في فترة الخمسينات لا مراته ولا بنته كانوا لابسين الحجاب. يا عمي حتى اللي عمل جماعة الإخوان الإرهابية نفسه حسن البنا لا مراته ولا بنته كانوا لابسين الحجاب. يا عمي حتى المرشد الثاني بعد حسن البنا اللي هو حسن الهضيبي اللي هو اشترط على الرئيس جمال عبد الناصر ان هو يفرض الحجاب على مصر كلها لا مراته ولا بناته كانوا لابسينه. فضيلة المرشد، حضرتك عندك بنت في كلية الطب وبتروح الجامعة وهي غير محجبة، لما تفرض عليها الحجاب وتلزمها بيه يبقى طالبني افرض الحجاب على ستات مصر. الحجاب في وسط الصراع السياسي على مدار 100 سنة الأخيرة كان مجرد غرض سياسي لإبراز مدى انتشار أفكار الجماعات الإسلامية في الدولة، وأداة لأسلمة النساء اللي منهم بتبدأ عملية أسلمة الدولة وضم الشعب لصفهم لحد ما يعرفوا يوصلوا للحكم. إنما ما كانش ليه علاقة نهائي لا بدين ولا بعفة ولا بأخلاق، بدليل إن الشعب كله بما فيهم مشايخ الأزهر وقيادات الإخوان نفسهم بناتهم وزوجاتهم ما كانوش لابسينه. طيب انت ليه يا شريف متضايق قوي من الحجاب كده للدرجات دي؟ عايز البنات تخلع وتمشي عريانة في الشارع؟ اختي في الله، انت ليه مش عايزة تتحجبي؟ انت ليه متعاونة مع اليهود الذين يملكون بيوت الازياء العالمية ويخرجون الموضات المضلات لتعرية المسلمات؟ لا وفي الحقيقة محدش ربط بين خلع حتة القماش ديت وبين خلع الهدوم كلها غيركم. الناس كلها في العالم بتتعامل مع شعر البنت عادي، انتوا اللي الظاهر عندكم فتش الشعر او حاجة زي كده، يا محترمنا لكل الميول طبعا، لكن في نفس الوقت انك تفتكر الحجاب دوت مجرد لبس فده ضيق نظر منك. الحجاب يا جماعة مشروع قومي. الحجاب مؤذي من نواحي كتيرة جدا واحيانا بيكون قاتل، زي اللي حصل في مار
فارس 2002 في السعودية لما 15 بنت ماتوا في حريقة نشبت في مدرستهم علشان الشرطة منعت رجالة المطافي من ان هي تخش علشان تنقذ البنات اللي بتتخنق وبتتحرق جوه علشان ما كانوش لابسين كويس وخالعين الحجاب، او زي اللي حصل لاقصى بارفيز البنت اللي كانت من اصول باكستانيه وعايشه في كندا اللي كان عندها 16 سنه لما اخوها وابوها خنقوها وقتلوها لانها ما كانتش عايزه تلبس الحجاب. الحجاب مؤذي لانه بيعيش البنت في احساس سيء وخطر جدا بانها مهما عملت من غيره هتفضل ناقصه. انت ليه مصره على حرب الله بالذنوب والمعاصي؟ تعرف ان في قبائل في الكاميرون الناس فيها بتحرق صدر البنات اول ما يوصلوا سن المراهقة علشان صدرهم ما يكبرش، اصله بالنسبة لهم بيلفت نظر الذكور. Breast dyeing or flattening is used in some African countries to try to stunt growth. A heavy, sometimes heated object is used with the belief that it will protect young girls from unwanted male attention. عقول بدائية صح؟ عقول بدائية وقبائل جهلة بقى بس مش شايف ان في وجه تشابه ما بين القبائل ديت والقبائل اللي انت عايش وسطيها؟ ديت ناس بتحرق البنت عشان ما تلفتش نظر الذكور، وديت ناس بتغطي البنت علشان ما تلفتش نظر الذكور. بنشوف الحاجات دي الحقيقة من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت، والشباب بيستثار. يبدو لي ان العيب في الذكور. صدقني الاتنين نفس العقلية، اختلاف الافعال بس. صدقني مهما سمعت منهم ناس بتقولك احنا مش مع التحرش، بس اصل لبس البنت، بس اصل شعر البنت، بس اصل الواد عايش في بيئة بيشوف فيها مش عارف ايه فغصب عنه. ايه ده؟ حتى دي ما تفتنش عند البنت يا جماعة؟ بيكدبوا عليك، احنا مش كلنا عايشين في نفس المجتمع؟ اشمعنى في واحد محترم وفي واحد متحرش؟ اشمعنى في واحد بيقول ان اللبس مش مبرر للتحرش، واشمعنى في واحد بيدافع عن المتحرش؟ اللي عايز يتغير هي العقول مش الفعل. انت ليه مصر على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ المسألة مش مسألة حجاب أو حتة غطاء الشعر، المسألة مسألة العقلية اللي الحجاب دوت بيخلي أفراد المجتمع عليها. المسألة مسألة الأذى النفسي والجسدي اللي بتتعرض له ملايين البنات اللي بتتجبر إن هي تلبسه غصب عنها وهي عقلها بيقول إن هو مش منطقي. المسألة مسألة تاريخ. الحجاب دوت يوم ما اخترعه الإنسان اخترعه علشان الذكر يتحكم في الأنثى ويقول لها تلبس ايه وما تلبسش ايه، ويوم ما نقلته معظم الأديان بعد آلاف السنين نقلته علشان يفرقوا بيه ما بين الجواري والمرأة الحرة، وبعد ما اختفى وظهر بعد مئات السنين ظهر على ايد جماعات إرهابية لأغراض سياسية. يعني انت يا شريف عايز تفهمني ان البت جارتنا اللي لابسة الحجاب ديت لابسة لأغراض سياسية ولا علشان ابوها يعرف يفرق ما بينها وبين الجارية اللي لسه شارينها؟ لا طبعا انا ما اقصدش ان البنات بتوع النهاردة اللي لابسين الحجاب لابسينه عشان كده، انا بس بقولك الحجاب دوت تاريخه كان عامل ازاي ومين اللي عمله واتعمل ليه، انما الحجاب بتاع النهارده دوت مجرد عاده اجتماعيه ملهاش معنى، حاجه البنت اتولدت لقت نفسها عليها، اداه في ايد الزوج اللي عايز يحس ان هو متدين وهو بيفرضه وبيشترطه على مراته، اداه في ايد الاخ اللي عايز يحس برجولته على اخته والاب على بنته، حتى الشارع نفسه بقى بيستخدم عدم وجود حته قماش على الشعر حجه للتحرش بالبنات، وكله باسم الاخلاق والدين. اصلك مش هتسمعي حد بيقول ان انا متربي في مجتمع عربي مربيني على ان في حاجه جوايا اسمها رجوله وان ديت مش بعرف احس بيها الا لما اتحكم في حياتك ولبسك كبنت، بل هتسمعي حجج تانيه كتير زي مثلا ان الحجاب دوت بيزود اخلاقك، وانا معرفش بصراحه فين الجهاز اللي بنقيس بيه الاخلاق دوت علشان نعرف اذا كانت زادت او نقصت اول ما حطينا طرح على الشعر، بس عامه اننا نقول ان الحجاب بيزود الاخلاق فده بالظبط كاننا بنقول ان الدقن بتزود الاخلاق عند المشايخ او ان الدين بيزود الاخلاق عند المشايخ، الاثنين ابعد ما يكونوا عن بعض، الاثنين مالهمش علاقه ببعض. الاخلاق ديت شيء معقد جدا، شيء نسبي ومتغير من شخص للتاني ومن مكان للتاني، حتى الحيوانات عندهم مفهوم الاخلاق دوت، والاكيد هو ان مصدرها الدماغ مش لبس الطرح. او حجة تانية من ضمن الحجج اللي بتتقال برضو هو ان الحجاب عمره ما كان مانع من الحياة، وده على اساس مثلا ان احنا لو لبسناه للرجالة فممكن يمنحهم الحياة، فيلا اللي يقول ان الحجاب مش بيمنع الواحدة من ان هي تعيش حياتها يلبسه هو ويعيش بيه ولا ايه؟
أو الحجة بتاعت إنك لما تلبس الحجاب شكلك هيكون أحلى، ودي بقى أنا بسميها حجة فتش المحجبات، اللي هو يا أختاه البس الحجاب علشان الفتنة. بس على فكرة أنت لما تلبسيها هتحلو أكتر. أو مثلا الحجة بتاعت إن الحجاب بيحمي الواحدة من التحرش، وطبعا في ديت مش محتاجين نقول إن أعلى نسب التحرش في العالم موجودة في دول إسلامية النقاب والحجاب فيها مفروضين، ولا محتاجين نقول إن أكتر دولة فرض النقاب نفسه مش الحجاب كمان فيها أعلى نسبة تحرش بالولاد والبنات، وإن أغلب نسب التحرش والاغتصاب فيها بتحصل جوه البيوت ضمن الأهل مش في الشارع حتى، ولا محتاجين نقول إن البنات بيتم التحرش بيهم في قلب الكعبة أثناء الحج وهم لابسين نقاب، لأن كل الكلام ده إحنا عارفينه. أنت كل اللي مفروض تعمليه هو إنك تسألي نفسك سؤال، يا ترى تختاري تمشي بالليل بالحجاب في بلدك ولا بالليل من غير حجاب في بلاد زي كندا، سويسرا، فنلندا، السويد؟ اسألي نفسك بتحسي بالأمان أكتر بالحجاب في مواصلات بلدك ولا من غير حجاب في مواصلات الدول اللي مفيش أصلا فيها حاجة اسمها حجاب أو حتى دين. وفي مثلا حجة إن شعر البت فتنة، وبغض النظر على ان مفهوم الفتنة دوت مش بيتقال الا في المجتمعات العربية بس هو اشمعنى انتوا الوحيدين اللي بتشوفوا ان شعر البت فتنة؟ اشمعنى بقية البشر عايشين عادي مش شايفين انه فتنة؟ ولا يمكن كل البشر مشكوكين في رجولتهم علشان مش بيهيجوا على شعر البنات زيكم؟ ما هو اصل انتوا لو فاكرين ان الطبيعي هو ان الواحد يهيج على شعر اي واحدة يشوفها فديت تبقى مشكلة تانية، ما احترمنا لكل الميول طبعا. ولذا قال سيد ولد آدم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. بعدين بالنسبة لشعر الرجالة اللي هو ممكن يكون أحلى من البنات مش فتنة؟ طب بالنسبة لعضلات الشباب بتوع الفتنس مش فتنة للبنات؟ طب لو افترضنا إن في واحدة شعرها مش حلو قوي تغطيه ليه؟ طيب بالنسبة لواحد زي النبي يوسف اللي القصص بتقول من كتر جماله كان بيفتن النساء، ويحكى ان البنات مرة قطعوا ايديهم اول ما شافوه من كتر وسامته، ليه الآلهة ساعتها ما امرتوش ان هو يغطي وشه علشان ما يفتنش النساء ويأذيهم؟ حقا انه جميل جدا وحسن الوجه، لم ارى اجمل منه في حياتي. طيب هو ليه الواحدة بتلبس حجاب وهي بتصلي؟ هو مش الحجاب دوت معمول علشان فتنة الرجالة؟ ولا يكونش شعر المرأة بيفتن الإله كمان؟ ولا هتقولوا بقى ان هو عشان الحشمة قدام الإله ونفضل نلف وندور حوالين بعض؟ ما هو اصل انتوا لو قلتوا ان هو عشان الحشمة ازعل منكم، وهرجع افكركم واقول لكم ان الجواري عورتهم مختلفة في الدين عن عورة المرأة الحرة، وان هم عادي ممكن يصلوا بنصهم اللي فوق عريان خالص مش بس كاشفين شعرهم. طيب بالنسبة لو في واحدة كان قدامها واحد اعمى، المفروض بقى الحجاب في الحالة دي ما يبقاش ليه لازمة صح؟ بس برضه هيقولوا لك لازم تلبس الحجاب. طب ليه يا عمو؟ يعني فين المنطق هنا؟ اسمع دي بقى وتعلم فن اللف والدوران. ما احنا قلنا ده فن ولي ناسه. قالك بقى اصل دوت امر ربنا وما فيهوش تفكير، اصل احنا بنعمل الحاجة بغض النظر عن هي منطقية او لأ، لان ربنا فرضها علينا. ويبقى سلم لي بقى على الارهابيين والمتطرفين اللي بيعملوا جرائم غير منطقية، بس معلش اعذرهم اصل دوت بالنسبة لهم امر ربنا وفرض عليهم. ويبقى سلم لي بقى على كل الناس اللي ورثت دين معين وعايشة عليه طول حياتها بدون ما يفكروا فيه، بس معلش اصل الاديان دي اتفرضت عليهم واتحرم عليهم يفكروا في مدى منطقيتها. أنا عديت مرحلة الحرام والحلال والفرض والسنة والجائز والمباح والمندوب والمكروه والدايرة اللي اتعملت عشان الناس كلها تمشي في صف واحد وتعيش على وهم إن الحياة والكون كلهم مفهومش غير حاجة اسمها دين. بس فرضا لو قالوا لك إن الحجاب ده كمان فرض، فده هيكون طبقا لتفسير المشايخ والدؤونة للدين صح؟ طيب ما هو مفيش حاجة بيكونوا متفقين عليها،
دايما هتسمعهم بيقولوا لك اتفقت الأمة وأجمع الفقهاء، بس هو في الحقيقة لحد عمره اتفق على حاجة ولا حد عمره أجمع على حاجة في الدين نهائي. النقطة بس هو إن لو في واحد فيهم اختلف على حاجة اتربى عليها المشايخ وحافظينها ومسلمين بيها هيقولوا له في 60 داهية شوية نصابين وجوم ربنا ابتلانا بيهم وربنا إن شاء الله يخلصنا منهم على خير، اللي قالوا الحجاب مش فريضة. ليه؟ علشان ما يتبقاش غير اللي زيهم، غير اللي متفق معاهم. الناس دي عمرها ما اتفقت على حاجة. الأزهر نفسه مرة يقول لك الحجاب فرض، ومرة يقول لك الحجاب محبب، مرة يقول لك الست حرام تنتخب، ومرة يقول لك الست مش حرام تنتخب. دار الإفتاء ينزل أي فتوى من هنا وتلاقي عشرات ومئات الدؤنة والمشايخ يفتوا بعكسها من هنا ويقولوا لك إن دار الإفتاء مش فاهم حاجة في الدين، إحنا اللي فاهمين، خدوا الدين مننا. تسمعهم بيقولوا لك الدين مفهوش لف ودوران والحرام بين والحلال بين، وفي نفس الوقت تلاقي مئات المذاهب المختلفة، وإذا كان في حاجة في مذهب معين متحرمة روح خدها من مذهب تاني محللها. قال له وهو في حاجة خلت الناس تختلف ما بينها ومن بعضها في بلادنا ديت غير الدين؟ بص حواليك كده، السعودية فضل متحرم على السيدات فيها يقودوا السيارات بإجماع أهل الفقه، واللي كان على رأسهم ابن باز اللي هو مفتي السعودية، لحد ما مرت الأيام وجاء عصر جديد واتضح فيه إن سواقة البنات للسيارات عادي مش حرام، وبعدها برضو أجمع أهل الفقه إن طبعا سواقة السيارات مش حرام للبنات. الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي علما، أو الجواري اللي كان متحلل بيعهم لمدة 1400 سنة ومذكورين في القرآن لحد ما الأمم المتحدة جت وجرمته. المهم لما التغى الرق ما بقاش ملك يمين، بعدها طلع الدؤونة والمشايخ وقالوا انتوا بتقولوا ايه يا جماعة، طبعا تجارة العبيد حرام ومش من الدين، ده الإسلام محرمها. بس أخد وقت شوية عقبال ما اتمنعت. هنا المسألة لا تتعلق بمفهوم العبودية والحرية، لأنه يعني المبحث هذا يطول، يعني الإسلام عمل على إنهائها لكن عدم الالتزام المسلمين أخر إنهائها 1400 سنة. ولا الموسيقى اللي كانت متحرمة بإجماع أهل الفقه وباتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم أن الموسيقى حرام، حرام. دلوقتي الحال اتغير وتحللت وبقت تدرس في السعودية، وبقدرة قادر بقى الشيوخ المدرن يقولوا ان هي بتخلي القلب رقيق. اللي شايف ان الموسيقى حرام ما يدوشناش، انما احنا شايفين ان الموسيقى ترقق القلب وترتقب الأفئدة وترتقب النفوس. مش عاوزين بقولك أصلي ده يعني إرهاف ومشاعر مرهفة وبتنمي العواطف، يا عم اتق الله. ولا ختان البنات اللي كان فرض وكان الشيوخ والدونة متمسكين بقوي، وعلى رأسهم واحد زي الشعراوي ومات بسبب أفكارهم آلاف من البنات. الجمهور يرون أن الختان مستحب للذكر والأنثى، خلافا لأحمد والشافعي يرون أنه واجب الختان على الذكر والأنثى. لحد ما السلطات المصرية جرمت ختان البنات، راح الأزهر طلع وقال لك طبعا يا جماعة الختان دوت جريمة ومتحرم شرعا. ختان الإناث دي جريمة، لم يرد عنها شيء في الشرع ان هو مرضى بختان الإناث. الحجاب مش أهم من كل العادات اللي الناس فضلت متمسكة بيها لمئات السنين وفي الآخر انتهت. هو التاني كده كده هيجي له يوم وهينتهي، لأن هي دي طبيعة الكائنات البشرية، بتتقدم بمرور الوقت مش بتتأخر، مسألة بس مسألة وقت. أنا كل اللي عايز أقوله هو إن في ناس كتيرة خسرت فرصتها في إنها تعيش الحياة بعقلها، لأنها سلمت دماغها لرجال الدين والدؤونة والعادات والتقاليد، ولما ماتوا المجتمع اتغير والأفكار والعادات والتقاليد اللي هم فضلوا متمسكين بيها هي كمان اتغيرت، وللأسف هم بس اللي خسروا فرصة إن هم يعيشوا الحياة بحريتهم وبعقلهم، لأن هم عاشوا في خوف من إن هم ممكن يطلعوا غلط لو عاشوا الحياة بعقلهم. ما تكونش واحد منهم، الحياة أكبر من كده بكتير.